والله نقول لكم مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد على قناتي. اليوم عندنا حلوة خفيفة ظريفة تجي بزاف هايلة بمقادير جد بسيطة. فيها 125 غرام تاع زبدة، فيها 4 مغارف تاع السكر كلاسي، فيها بطة حلوة الترك، وفيها 3 حبات بيض كاملين زائد صفر بيضة. ونحو البياض تاع البيضة الرابعة ونحطوه باش نسحقوه من بعد نوريكم كيفاش. عندي كاس ناقص أصبع تاع المايزينا، وعندي ايضا نصف كاس من الزيت زائد الفارينه. بيان سور انا استعملت هذه الفارينه وخميره كيميائيه تاع الحلويات 10 غرام. هذو هما المقادير اللي عندي. راح نضرب هذه المكونات كامل، نضربوها بالخلاط الكهربائي، نضربوها مليح مليح حتى يولي الخليط تاعنا على شكل كريمي. وهنا نقول لك اللي ما عندهاش الخلاط الكهربائي تقدر تستعمل الفوي، لكن راح تتعبي معاه شويه، بصح معليش ضربيه ضربي بيدك حتى تلحقي قوام يكون شويه كريمي، يعني تروح هاد الزبده تخلط مع المكونات الثانيين. فوالا كيما راكم تشوفون نبقاو نضربوا حتى يتجانسونا المكونات مع بعضها. وهنا راح ناخذ الزيت ونزيدو بشكل تدريجي، يعني نقسموها على 2 مرات ولا 3 مرات ونزيدو بشكل تدريجي، ومام طون رانا نخلطو. فوالا هكذا ونخلطو، نبقاو نخلطو بالتدريج. فوالا فوالا انا قسمته على 3 مرات، وانتم ايضا قسموه على 3 ولا على 2 ولا على قد ما تحبيتو، المهم زيدوا بالتدريج ما تزيدوش دفعه واحده. هكذا وراح نزيدوا المايزينا. مايزينا ايضا زدتها بالتدريج، ومتى نكمل نخلط بالخلاط الكهربائي. رانا هنا يقعد لي غير الخميره الكيميائيه تاعي والفارينه تاعي. الخميره راح نديروها مع الفارينه، ما نديروهاش مع السوائل باش تعطينا المفعول تاعها كامل. فوالا راح نحو الباتور ونديرو نستعملو يدينا ونزيدو الخميرة ايضا. نفتحوا الخميره تاعنا ونزيدوها مع الفارينه. ونخلطوا هذا المكونات كامل كما راكم تشوفوا. هكذا ليموها غير بالعقل، ما نعجنوش غير بالاطراف الاصابع تاعنا. فوالا
سي بون مبقالهاش بزاف، سي بون راهي بريسك تلايمت. العجينة ما نيبسوهاش بزاف يعني، خلوها شوية طرية باش ما تجيناش يابسة. هنا نديروها في ساشي باش ما تيبسلناش وكامل. شوفوا راني خليتها طريه ونوسوها ونخلوها يعني، ما نخلوهاش هكذاك عريانه باش ما تيبسش حتى كي نقسمو. فوالا هنايا كي راح نقسمها ديت درت انبونه وقسمته فوالا على شكل مقروطات. ندو البيض تاع البيض نحطوه في مخفيه ونسحقوا ايضا الجلجلان للتزيين. فوالا نغطسوا الحبه تاعنا في البيض البيض ونديروها مباشره في الجلجلان. فوالا نغطسوها هنا في الجلجلان فوالا ونحطوها مباشره في السنيوه تاعنا. فوالا كما راكم تشوفوا هكا. شكل تاعها جميل وراح تجي بزاف خفيفه وبزاف بنينه. نتمنى انكم تجربوها وبزاف سهله يعني، ما تسحقي لا مول لا طابع تقعدي تطبعي لا تقعدي تلصقي لا والو. اقطعيها هكذا مقروطات وديريها في الججلان ونحيها. من بعد كي نحوها راح نزيدو نعسلوها، راح تجي بزاف هايله وبزاف رائعه. وما راح تشد لك بزاف الوقت يعني، نص ساعه تكمليها وتقطع لك كميه كبيره بيان سور. فوالا انا راح نستفهم ونعاود نولف. فوالا هنايا مولاي كملتهم، راني ستفتهم كامل هكذا في سنيوه وراح ندخلوهم للفرن يطيبوا من تحت. من بعد نشعلهم نحمر لهم من الفوق ونخرجوهم نعسلوهم بيان سور. فوالا هنايا ها لك الكاطو تاعي بعد ما طيبته وحمرته، راهو يجي يعني تمتم يطيب. راح نديرو مباشره في العسيله. العسيله انا ما زدت لها والو، زدت لها غير شويه دفيتها وزدت لها شويه فقط، زدت لها شويه فقط تاع الماء الزهر ونعسلها فيه وراح نحطها هكذا. عندها تتعسل زوج مرات، تعسليها كي تمر لي طيب وتعسليها قبل ما التقديم كيما حبيتي. حبيتي تزيدي تعسليها باسكو هي راهي تشرب، قبل ما تحطيها تزيدي عسليها شويه باش العسيله تاعك يعني تجي باينه على خاطر هي تشرب. فوالا هكذا راح نعسلوهم كامل هكذا ونحطوهم. التزيين اختياري، تحبي انا درت لها حبيبات الفضيه، اللي حبت دير لها حبه لي سوريز من الفوق يعني كيما حبيتي. يبقى التزيين اختياري لك. هاي ديك الحلوه تاعنا البنات، نتمنى تكون عجبتكم. ما تنساوش تعسلوها للمره الثانيه قبل التقديم، راهي بزاف حلوه بنينه ورائعه وخفيفه وما تشدكش الوقت. نتمنى تكون نالت اعجابكم. ما تنساونيش في تعليقاتكم، تنساونيش لي لايك، ما تنساوش بالاشتراك اذا ما راكيش مشتركه. نقول لك اشتركي معنا في القناه وفعلي زر الجرس باش هكذا يوصلك كل اشعارات منين نحطوا اي فيديو. نتمنى يكون عجبتكم هذه الحلوه ونتمنى انكم تجربوها. نقول لكم بقاو على خير ونتلاقاو في فيديوهات اخرى.